بعد مرور أشهر على البدء ببناء مدرسة أساسية مختلطة بين منطقتي بيت إيدس وكفر راكب في محافظة إربد، والتي بنيت على أساس أنها وقف تعليمي لصالح مديرية التربية والتعليم للواء الكورة غربية إربد، إلا أن المشروع قد يلغى بعد رفض وزارة التربية والتعليم استلام المبنى. المطلوب من يعني من أصحاب المسؤوليات أنهم يقدموا العون والموافقة على المدرسة، كونها المدرسة مقدمة بالمجان من أصحاب الخير ومن اللي يسعوا بالأمور كاملة. إحنا أولادنا بدرسوا ببيت إيدس، تبعد المدرسة درس فيها أولادنا 2 كيلو، وطلبنا المدرسة لغاية الآن ما حدا مستجيب لنا. ندفع حوالي 40 دينار للمواصلات بدل المواصلات لباصات الخصوصي. وجاءت مبادرة بناء المدرسة من قبل متطوعين وأهالي المنطقة لإنهاء معاناة طلبة الصفوف الأساسية القاطنين في الأحياء الواقعة بين بلدتي بيت إيدس وكفر راكب، والذين يضطرون لقطع مسافات بعيدة واستخدام وسائل النقل للوصول إلى مدارسهم في كلتا البلدتين. هذه المبادرة جاءت استجابة لحاجة المنطقة الفعلية لوجود مدرسة تخدم هذه المنطقة وأبناء هذه المنطقة اللي بعيدة شوي عن المدارس. بصراحة كان تكاتف رائع من الجميع لإنشاء هكذا مبادرة وتنفيذها على أرض الواقع، لكن للأسف لم يكتب لهذه المرحلة النجاح بسبب رفض وزارة التربية لهذا القرار. بصراحة كان القرار مثير للاستغراب هنا في المنطقة. احنا كمجتمع محلي قمنا بإنشاء مدرسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كوقف تعليمي، إلا أنه تفاجأنا قبل أيام برفض وزارة التربية والتعليم بمتمثلة بالمجلس التولية برفض الوقف التعليمي. إحنا يعني ما بدنا نكلف الدولة ولا بأي دينار، إحنا كمجتمع محلي بدنا نقوم ببناء المدرسة وتأثيثها وتجهيز الأبناء طلبة، علما بأنه المنطقة بحاجة إلى مدرسة، وتم مخاطبة وزارة التربية والتعليم بهذا الشيء، وطلعت لجنة من وزارة التربية والتعليم إلا أنه ما صار أي شيء من النطمح. وكان العمل بالمشروع يسير بدعم وتبرعات من جهات أهلية، ويشمل بناء جناحين يضمان 4 غرف صفية لكل منها، إضافة إلى بناء جناح ثالث للخدمات والمرافق والوحدات الصحية والمقصف وغرفة الكادر التعليمي لخدمة ما لا يقل عن 150 طالباً وطالبة. أول شيء شكرا لك ولقناة رؤية على طرح موضوع كبير جدا ومهم جدا، الوقف التعليمي اللي يبدو أنه مش كثير الإعلام مسلط عليه الضوء رغم أهميته الكبرى بالنسبة لنا في وزارة التربية والتعليم. نعم شكرا لك. أي جهة ترغب في دعم وزارة التربية والتعليم في هذا الملف اللي إحنا بنعتبره ملف مهم جدا، إحنا بنرحب فيه بالعكس يعني، وهذا إشي مطبق على أرض الواقع. لكن أنا في نقاط مهمة جدا، أول شيء قال إنه في لجنة من وزارة التربية والتعليم قامت بزيارة المبنى، صحيح بناء على تقرير اللي قدمته اللجنة لمعالي الوزير وحسب التسلسل الوظيفي من خلال مدير الإدارة لعطف الأمين للوزير. التقرير كان واضح وصريح أختي العزيزة، ليس المهم إن إحنا نبني أبنية، مهم جدا نبني أبنية مدرسية، لكن من المهم جدا أن تكون آمنة للطلاب وأبنائنا. هناك معضلتين كبيرتين في المبنى، أول شيء المبنى منسوب الشارع أختي العزيزي أعلى من منسوب المبنى اللي هو الطابق الأرضي. نعم. الطابق الأول عندهم راح يكون مسجد، الطابق الأرضي هو المدرسة اللي تم الحديث عنها. أولا يعني يكون واضح للجميع بأن منسوب الشارع أعلى من منسوب المدرسة. ماذا يعني ذلك؟ هذا قضية خطيرة طبعا، إنه إحنا طلابنا على شارع والشارع مش مكشوف مش بالنسبة لهم. اثنين يعني عم نحكي عن طابق تسوية بشكل أوضح؟ طابق تسوي نعم. القضية الثانية والمهمة انه فيها بئر مياه في المبنى طبعا في التسوية، وهذا محاذي لاحدى الغرف اللي متوقع انها تكون غرفة صفية، وهذا طبعا انشائيا وكسلامة عامة هذا خطير على الطلبة طبعا ان نكون في عندنا يعني مهندس اسلام خلينا نوضح، المشكلة انشائية وليست عدم الحصول على موافقة لتوفير وقف تعليمي لمدرسة. لا اختي العزيز جايك، اول شيء انا بدي اقول لك شو ورد في التقرير. نقطتين مهمات. لأنه بدنا نسمع من الأستاذ فادي كمان شوي، تفضل. نعم منسوب التسوية وفوقها مسجد، يعني هذه ليست ظروف بالنسبة لك ولا إلي ندرس بلادنا فيها. اثنين وجود الحاوز المياه اللي يكون موجود بجانب الغرف المتوقع أن يكون صفية، هذا خطير جدا ويؤثر إنشائيا على المبنى في الـ في الـ في الـ في, الـ في السنوات القادمة. النقطة الأهم أختي العزيزة
معي ستي؟ نعم مهندس عصام. انا النقطه المهمه اللي بدي اقول لك اياها، بدي الجواب على الموافقه عشان انت الرجال. لا هو ما كان في تعامل انه في مثلا جهه اشرافيه. انا ما بستلم بناء وادرس في طلابنا الا بحاله واحده، يكون في عندنا اشراف من وزاره التربيه والتعليم ومن مهندسينا في الميدان. طيب. في مديريه التربيه.